في خطة مطروحة لحل تفاوضي، وسمعتها كما سمعناها من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر. البيان المشترك يقول التالي: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ودعا البيان الطرفين إلى استئناف مفاوضات يوم الخميس المقبل في الدوحة أو القاهرة، وقال إنه الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 من أيار مايو 2024، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735. وحتى القناة 12 الإسرائيلية تقول إنه أمريكا أوضحت لنتنياهو أن عليه إبرام صفقة مع حماس ولا سبب يبرر تأخيرها. كأني أفهم من كلامك إنه هذه الصفقة لن تمر، وأنه نتنياهو سيستمر بعمليات الإبادة التي يقوم بها. هذه مشروطة. شوف، هم شافوا إذا بده يضرب حزب الله يرد على شكر ويرد على هنية، أو إيران كمان بدها تضرب ضربات زي ما قالوا موجعة وغير عادية، وهم بجهزوا في حالهم الآن، بيقولوا جبنا سلاح جديد وجبنا هاي الوقف على رؤوس أصابعهم. هذه الفترة فرضت على الكل إنه كيف نتحايل على ألا تحدث ضربات موجعة على إسرائيل، مع إنه أعطاها كتاب مكتوب إنه من حقهم بعد الخمس أسابيع الست أسابيع أن يستأنفوا القتال. فبالتالي ما في عندك أنت وقف يعني دائم ومستدام للنار، عندك تحايل كيف يخلصوا الرهائن، ثم بعد ذلك تتم المذبحة بشكل كامل، لأنه هاي حقبة هم بنظروا لها حقبة صهيونية. وأنا هون أرى أنه لا، في عوامل بتعطل هذا المشروع. نيو ميدل إيست الآن تعطل، التطبيع تعطل، الأمور تتجه نحو أنه الخطر صار على إسرائيل أكثر من الخطر على غيرها. إذن الأمور تتجه إلى تصعيد أكبر حسب أفهم منك. نحن لسنا ذاهبين إلى تهدئة عملية. لا، في معركة متدرجة. يعني مثلا أعطيني الآن قرار بأن وقف إطلاق نار مستدام، انسحاب إسرائيل مثلا من معبر رفح ثم من فيلادلفيا اللي هي يعني مصر. طيب أعطيني شيء زي هذا، أعطيني حرية الناس تشوف بعضها، حتى بدهم يطلعوا الرهائن بدون ما يروحوا، ما يكون حرية الحاجزين الرهائن في الحركة من أجل إحضارهم. يعني شوف أنت أمام يعني وحوش، هم بيعتبروك وحش وبدهم يقتلوك، بيعتبروك أنت ساكن ولست مواطن، بيعتبروك أنت 75 سنة اللي أنت في العذاب والمذابح، 50 مذبحة سنة 48 يا رجل لا حساب لها. حتى مدرسة بحر البقر في مصر اللي مدرسة دمرت بكاملها يعني ما صار عليها رد. يعني أنا بقول لك الدم العربي مستباح وين ما كان أمريكا بترسل قواعد عسكرية إلى آخر. الآن هم خايفين من يعني غضب إيراني، غضب حزب الله بعد الهدهد، وبالتالي بدهم كيف يمكن انهم يخدعوا، يعملوا خدعة، تعال بنعمل مثلا وقف اطلاق نار بس صحيح، لانه استاذ عباس اليوم مكتب نتنياهو الشروط التي وضعها يعني شروط شبه تعجيزية. يعني اولا لا يوجد وقف اطلاق النار دائم، يمكن ان تعود اسرائيل للحرب ساعة تشاء. ثم طرح شروطا: السيطرة على محور فيلادلفيا وعدم وجود حماس عند رفح، زيادة عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين سيفرج عنهم، احتفاظ إسرائيل بالحق في اتخاذ القرار بشأن الأسرى المدرجين ضمن الفئة الإنسانية، والحق في طرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة خارج القطاع، والعودة إلى الحرب طبعا متى تشاء. يعني عمليا هو لا يرتكب فقط مجازر، وإنما يضع شروطا تعجيزية وكأنه يريد الاستمرار بالحرب. سؤالي هنا، هل تعتقد أنه نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب حتى التغيير الأمريكي الرئاسي الأمريكي؟ لأنه ثمت من يقول لو جاء ترامب فهو سيكون حليفه وسيمضي فيما أقدم عليه. هو شوف
أولا هو لا ينتظر أحد، هو أخذ القرار وهو الذي يقود الآن البيت الأبيض، يعني مرحلة حقبة صهيونية رأس السهم فيها في منطقة فيها يعني خيرات وفيها استراتيجية جغرافية، فيها يعني إلها حساب في الجغرافيا في السياسة في الأمن في كله، وخاصة إنه الصين تتقدم بشكل كبير في الخليج في السعودية في الكويت إلى آخره. الآن بدهم هم هذه المنطقة تكون منطقة محظورة منطقة إلهم. هلا شو اللي بيساعد على ذلك؟ إنه نتنياهو الكذاب يستطيع إنه مش في الكونغرس قال أنا بدي أدافع عنكم، يعني أمريكا متخبية ورا واحد مطرود من شعبه ورا واحد في عليه مظاهرات. أنا رأيي الجريمة التي حدثت في غزة هذه كارثة إنسانية، صحت شباب أمريكا وأوروبا والجامعات اللي بتودي الزعماء اللي بتخلق زعماء مثل هارفارد ومثل كولومبيا وإلى آخره، هذه فضيحة للعالم فضيحة لكل واحد يعني عند بعد أخلاقي أو إنساني. بالتالي الآن بدهم يغرقوا كل المنطقة بالدم عشان يخفوا الجريمة في غزة. هل أفهم منك أستاذ عباس أنه نتنياهو يتعمد الآن جر المنطقة إلى حرب أوسع وتوريط إيران وحزب الله وغيرهما؟ هم ما بتورطوا، هذول التورط اللي متورطة أمريكا، لأنه مجرد تبدأ معركة أنا أتحدى أنه يستطيعوا يضربوا لبنان على سبيل المثال لأنها الأقرب والأكثر تأثير إذا فلتت الأمور، وبالتالي الأذى عند عليهم من لبنان أكبر بكثير من إيران وغير إيران. لكن هم بدهم يفتعلوا جملة من المعارك. يعني الآن أنا لا أريد أني أرسم خارطة لأنه إحنا لازم نراعي بأنه في قوى ناهضة في إمكانيات لصد هذه الأطماع. بالتالي أنا رأيي إنه رغبة نتنياهو وبايدن على وجه الخصوص رغم إنه منتهي يعني من المعادلة سواء بلغة الجسد أو بالسياسة ما إله طعم، لأنه اللي عنده زهايمر دائما بفكر في الماضي وإنه اليهود مظلومين وإنه أنا الأواني دوسوا على العالم مقابل الهولوكوست اللي عملته ألمانيا اللي واقفة معهم الآن. فبالتالي هؤلاء فقدوا وزنهم، بتصرف الآن السيد نتنياهو. نتنياهو لو حرق الدنيا ولا يشوف حاله في السجن أو يعاقب على جرائم اقترفها في غزة، إبادة شاملة كاملة، تطهير عرقي، ذبح المؤسسات، التجويع يا رجل.